انضم إلينا من بيروت أيضا الآن العميد خالد حمادة المحلل الاستراتيجي. سيادة العميد، يعني كيف ترى صورة هذه المواجهات الآن في شوارع بيروت أو في وسط بيروت؟ يعني أعتقد أنه الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت والتوتر الذي ساد كل لبنان نتيجة الخسائر الكبيرة التي مني بها المواطنون بأرزاقهم ومكاتبهم وباقتصادهم، يعني أعادت روح الثورة مرة جديدة إلى نفوس اليوم. يعني فوق الأزمة الاقتصادية هناك أكثر من 30,000 عائلة في لبنان أصبحوا خارج منازلهم، وبالتالي هذا بحد ذاته يعني يعيد إطلاق ثورة جديدة، يعني لأنه الآن فعلا يعني انضم. وهل هذا توقيت مناسب لمثل هذا التحرك؟ يعني طبعا أنت تعلم أن اليوم الوضع في بيروت وضع مأساوي جدا. نعم. بعد الانفجار. صحيح. هذا الوقت مناسب أجل. اليوم في بيروت كلف الجيش اللبناني، أعلنت بيروت منطقة عسكرية وأعلنت فيها حالة الطوارئ، تطبق تدابير أمنية تحت سيطرة الجيش على المدينة. المواطنون يعانون كثيرا الآن من موجات سرقة تطال بيوتهم. المواطنون كذلك يعني يعانون لأن محملات التفتيش عن الجثث والأشخاص الذين لا زالوا ربما موجودون تحت الأنقاض لا تتم ليلا بسبب عدم وجود تيار كهربائي. كذلك يعني يشعر المواطنون أن منازلهم غير محمية، هم مجبرون على تركها نتيجة الدمار، وهناك عصابات يعني تنتشر من هنا ومن هناك تدخل إلى أحياء للسرقة. المواطن يشعر أن هناك كم كبير من السخط ومن الغضب على هذه السلطة، يترجمه المواطنون بإعادة هذا الزخم إلى الشارع. نقول هذا وقت التظاهر، لأن ما حصل في بيروت لن تنتهي مفاعيله، ولن يعود الوضع إلى ما كان عليه ربما لسنة وربما لأكثر. وبالتالي هؤلاء الناس أصبحوا موجودين في الشوارع والطرقات. اليوم كان هناك مظاهرة على المجلس النيابي وحاول المتظاهرون الدخول، طبعا لأنه كذلك السلطة نتيجة انهماكها وانتشارها يعني لأداء مهام أخرى على المرفأ، سواء بالتحقيق وسواء يعني بعمليات التنظيف وعمليات إزالة الركام في قلب العاصمة، ربما لا تعطي هم يعني اهتمامها الأول لحماية المؤسسات الدستورية التي هي أساسا فارغة ولا تمارس دورها. لذلك عمد اليوم بعض المتظاهرين على محاولة الوصول إلى المجلس النيابي، وهم نجحوا جزئيا في ذلك، ولكن طبعا صدتهم القوات الأمنية. عدد المتظاهرين لم يكن كبيرا، لأنه أعتقد أن هذه الفكرة ربما خطرت على بال هؤلاء المتجمهرون في 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 ساحة الشهداء، أنه لمحاولة تسجيل موقف ما على السلطة. أنا أعتقد يعني أنه موجة الاعتراض والغضب والثورة في لبنان تأخذ الآن منحى أكثر تصميما على إسقاط الحكومة وإسقاط هذه السلطة.